بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم جميعا. أسعد الله مساءكم أخواني وأخواتي الحضور. الحق في حرية الحركة والتنقل هو حق إنساني أساسي كفلته الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، ويشتمل حرية الإنسان في السفر أي مغادرة البلد والعودة إليه وقتما يشاء. وما من شك إن حياة الإنسان لا تستقيم ولا تكون طبيعية إذا فرضت قيود الحركة وتنقله بشكل عام، والسفر إلى الخارج بشكل خاص. ذلك لأن منع الإنسان من السفر إلى خارج بلده هو أشبه ما يكون باعتقاله في سجن كبير وهو الوطن. أما الآن مع كلمة المنظمة الأوروبية البحرينية لحقوق الإنسان، تلقيها نائبة أمين عام المنظمة فاطمة الحلواجي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السيدات والسادة الحضور المحترمين، باسمي وباسم المنظمة الأوروبية البحرينية لحقوق الإنسان، بعد المحبة والسلام أتقدم بالشكر الجزيل لجمعية الوحدوي على تنظيم هذه الوقفة التضامنية مع الممنوعين من السفر والممنوعين من ممارسة حق طبيعي أصيل كفلته لهم كافة التشريعات السماوية والأرضية. قبل بدء الدورة 32 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بدأت السلطات البحرينية حملتها ضد الأصوات الحرة، حيث قامت بفرض حظر سفر جماعي على مدافعي حقوق الإنسان والنشطاء وعوائل الضحايا لمنعهم من المشاركة في فعاليات المجلس. وتضاعفت قائمة الممنوعين من السفر حتى الآن لتشمل حقوقيين، نشطاء، سياسيين، صحافيين وإعلاميين وأعضاء عاملين أو منتمين إلى مؤسسات المجتمع المدني، والذين لم يعلموا عن المنع حتى محاولتهم السفر لأغراض متعددة. هذا ما حصل معي، لم يكن منع السفر مذكور في سجلي في النيابة العامة بتأكيد المحامي، إنما علمت بذلك عند محاولتي السفر بتاريخ 9 نوفمبر 2016 عبر مطار البحرين الدولي، ليتم إيقافي وإخباري بأن هناك أمر من النيابة العامة بمنعي من السفر، رغم أني لم أكن مسافرة للشأن الحقوقي. وعلمت من موظفي المطار والذين رافقوني لإلغاء الرحلة أن هذا المنع منذ 22 أغسطس 2016. وبالنظر للمواثيق الدولية التي وقعت عليها البحرين وهي طرف فيه، فإن هذا الفعل يعد انتهاكاً لحرية التنقل والحركة ومخالف للمادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي ينص على أن لكل فرد حرية مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده، ويذكر العهد قيوداً لتقييد حرية التنقل، منها حماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد، والتي لا تنطبق على أي من الذين يمارسون العمل الحقوقي بشكل سلمي ومشروع، إلا إذا أصبحت البحرين تجرم ممارسة العمل المؤسساتي. وقد قامت السلطات باستدعاءات بالجملة لنشطاء حقوق الإنسان والتحقيق معهم بتهم متعلقة بحرية الرأي والتعبير في إجراء تعسفي تبريري لمنع السفر. ويأتي هذا الإجراء كاستمرار لفرض العقوبات وتضييق الخناق على كل من يطالب بالعدالة واحترام حقوق الإنسان وتطبيق العدالة، وهو ما يؤكد أن حرية الرأي والتعبير حرية الرأي والتعبير وحرية التنقل خارجة عن إطار التأصيل والاحترام في البحرين، على عكس ما يحاول أن يروج له. ونحن في المنظمة الأوروبية البحرينية لحقوق الإنسان نرى أن هذه الاستهدافات المتكررة لنشطاء حقوق الإنسان من شأنها تعقيد الوضع الحقوقي وتصاعد الأمور إلى تدهور أكبر. وعليه ومن هنا
ندعو السلطات البحرينية إلى رفع منع السفر عن جميع النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، ووقف استهدافهم المتواصل والسماح بحرية الحركة والتنقل وتطبيق مواد العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية، وخاصة المعني بحرية التنقل والعمل بمواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي ينص عليها. ونود الإشارة أيضاً إلى المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تنص على أن لكل إنسان حق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دون ما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأي وسيلة أخرى يختارها. ختاماً، لا ننسى أن نتذكر معتقلينا كافة في وقفتنا هذا، الحرية لهم جميعاً والرحمة لمن فقدوا أرواحهم من أجل العدالة والديمقراطية. وشكراً. إننا نرى في حرية السفر حق إنساني قبل أن يكون قانونياً، رغم الاعتبارات الإنسانية والقانونية، إلا أن السلطة لا زالت تمنع النشطاء السياسيين والحقوقيين من السفر، وآخرها الأسبوع الماضي حيث تم منع أمين عام في جمعية وعد السيد رضي الموسوي من السفر عبر منفذ جسر الملك فهد، والحقوقي الدكتور منذر الخور. أما الآن كلمة جمعية البحرين لحقوق الإنسان تلقيها الأستاذة زينب خميس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعربت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عن قلقها أزاء ما تعرض له نشطاء حقوق الإنسان وأهالي الشهداء والضحايا وعلماء الدين في البحرين من استهداف خلال منعهم من السفر والاستدعاءات للتحقيق معهم، والتي طالت العديد منهم وبلغ عددهم 38 ناشط وناشطة ومن أهالي شهداء وأهالي ضحايا. طبعاً العدد في تزايد، ولكن هذا ما تم حصره. فبالرغم من أن البحرين أكدت بأنها تلتزم بالإعلان المتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان، ويحظى المدافعون بحرية التنقل دون قيد أو شرط، إلا أنها تمنع العديد من النشطاء وعلماء الدين وأهالي الضحايا من السفر إلى وجهات مختلفة. فإذا السلطات في البحرين اليوم لديها قائمة بمنع عدد من المواطنين على الأقل من المعروف قانونياً أن يعلم صاحب الشأن بهذا الأمر سابقاً. والسؤال الذي يراود الجميع اليوم: لماذا يتم منعنا من السفر من الأساس؟ لماذا يتم تشكيل قضايا في حقنا؟ فهل النشاط الحقوقي يعتبر جريمة في البحرين؟ طبعاً فحظر السفر مخالف لما نصت عليه العهود والمواثيق الدولية في الحرية وحق التنقل ومصادرة لحرية التنقل وتضييق على حرية التعبير، فهي خطوة من خطوات التصعيد والتضييق على نشطاء حقوق الإنسان. فعلى السلطات في البحرين اليوم أن تحترم الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها، وبدورنا نكرر ونطالب الجهات المعنية بضرورة التوقف عن استدعاء نشطاء حقوق الإنسان والمواطنين، ونطالب برفع منع السفر عن الجميع من نشطاء حقوق الإنسان ومواطنين وأهالي ضحايا وأهالي شهداء وعلماء الدين، والأهم هو عدم تكرار المنع وإفساح المجال للحقوقيين والنشطاء لمزاولة عملهم الحقوقي. وشكر خاص لجمعية الوحدوي وكل القائمين على الفعالية. المادة 19 في دستور مملكة البحرين تتناقض مع الواقع المعاشي الآن في البحرين، حيث يتم منع النشطاء والسياسيين والحقوقيين من السفر
في انتهاك صارخ لحق أساسي من حقوقهم التي كفلها الدستور البحريني والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مملكة البحرين وأدانت بها المنظمات الدولية، وهو أمر مسيء للنشطاء وللبحرين. أما الآن مع كلمة الحقوقي الدكتور منذر الفور. بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله مساءكم جميعا بكل خير. بداية أتوجه بالشكر الجزيل إلى جمعية الوحدوي وأمينها العام وجميع أعضائها على هذه المبادرة في الوقفة التضامنية مع الممنوعين من السفر. وفي الواقع هم دائما سباقون في تضامنهم مع فئات وقوى المجتمع التي تتعرض حقوقها للانتهاك. وأود أن أشير في هذا الصدد عن تضامن التام مع جميع الأخوة والأخوات الممنوعين من السفر الذين منعوا من السفر في الآونة الأخيرة، وأعرب عن التزامي كحقوقي بالدفاع عن حقهم في التنقل، حيث أنني كنت واحدا منهم وأعتبر نفسي ولا زلت واحدا منهم، لأني تلقيت يوم الخميس الماضي اتصالا من النيابة يفيد عن رفع المنع من السفر. وهذا موضوع كان استبشار بالنسبة للمجموعة، لأنهم استبشروا كبداية لحلحلة هذا الملف، ونأمل أن تتواصل عملية رفع المنع. لكن هناك هواجس بالنسبة للممنوعين من السفر تراودهم، وأنا أشاطرهم هذه الهواجس، إنهم يخشون أن يكون المنع جزئيا وليس كليا، بمعنى أن يشمل البعض ولا يشمل الكل. ونحن كحقوقيين نطالب بأن يشمل رفع المنع الجميع، لا نقبل أن يكون رفع المنع جزئيا، بل هو حق للجميع، لأن حق حرية التنقل هي حق إنساني للجميع، وسوف نتطرق إليه في سياق هذه الكلمة. وأعرب عن تضامني معهم واعتبر نفسي منهم، وهذا لا يعني أنني إذا كان رفعوا اسمي، أنا للحين ما جربت إذا كنت فعلا يعني أقدر أعبر أو ما أعبر، للحين ما جربت هل هو صحيح أو ما صحيح، بس هو جاهز. وهذا لا يعني أن إذا كانوا رفعوا اسمي يوم الخميس الماضي عن المنع أن لا أعود مرة ثانية إلى قائمة المنع، لأن هذا يحدث. ومن الحقوقيين الممنوعين حدث لهم هذا الشيء، منعوا ثم سمح لهم ثم أعادوهم مرة ثانية. ولكن نحن كحقوقيين نطالب بشدة عدم المساسة بهذا الحق الإنساني، لأنه هو من الحقوق الأساسية للإنسان. وكما تفضلت الأخت التي سبقتني تحدثت عن المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تصر وتشدد على احترام حرية التنقل والمغادرة والعودة إلى البلد. فعرب تضامني معهم، ولا زلت ملتزم بالدفاع عن حقوقهم، كما دفعنا عن قضايا أصعب من هذه القضايا، أو منها قضية المسقطة بجنسيتهم. قضية المسقطة جنسيتهم أصعب بكثير من هذه قضية المن، لأن هذا لم فقدوا هويتهم الوطنية وفقدوا كل شيء، ووراها تجر إلى مسائل وتداعيات اجتماعية كبيرة إلى أبنائهم وإلى عائلتهم. تعرفون المآسي الإنسانية نتجت عن هذا القرار، هذه القرارات بإسقاط الجنسية. نقول لهم نحن معكم متضامنين معكم وسنظل معكم، سواء كنا معكم في القائمة أو خارج القائمة. هذا لا ينفي إطلاقا أن نتوقف يوم من الأيام عن الدفاع عن حقكم في حرية التنقل. اسمحوا لي الآن أن أتكلم في الكلام. الحدث اليوم هو تضامن مع الممنوعين من السفر، والممنوعين هم نشطاء سياسيون وحقوقيون وصحفيون. الحقوقيون أخذوا على عاتقهم
مسؤولية الدفاع عن حقوق الإنسان وحق كل فئات المجتمع في التمتع بحقوقها الطبيعية كبشر. وهنا يكمن الاستهداف. استهدفوا لأنهم دافعوا عن حقوق وحريات الناس بحقوق وعدم المساس بها والتعرض لها، فأصبحوا هم أنفسهم عرضة للاستهداف في عملهم الحقوقي وحتى في حياتهم الخاصة. ومن المفيد الاستشهاد في هذا الصدد بملاحظة أدلى بها الأمين العام للأمم المتحدة في معرض حديثه عن المضايقة والترهيب والأعمال الانتقامية الخارجة عن القانون التي يتعرض لها نشطاء المجتمع الحقوقي. جاء فيها غالبا ما يعرض الناس ومجموعات المجتمع المدني حياتهم للخطر من أجل تحسين حياة الآخرين، فهم يتحدثون جهرا رغم علمهم بأنهم يستطيعون البقاء صامتين للأبد. إنهم يسلطون الضوء على المشاكل التي يتجاهلها الآخرون أو ربما لا يعرفون بوجودها. إنهم يحمون حقوقنا وهم يستحقون حقوقهم. هذه العبارة قالها الأمين العام للأمم المتحدة في 23 سبتمبر 2013. النشطاء الحقوقيين منعوا من السفر، وهو خرق واضح وتعد سافر على حقوق الأفراد والجماعات. المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمادية، وتفضلت الأخت الكريمة التي سبقتني وتحدثت عنها، تتحدث عن حق الفرد في حرية التنقل وحرية اختيار مكان إقامته، حرية الفرد في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده، وعدم جواز حرمان أحد من حق الدخول إلى بلده. استهداف الحقوقيين، وهنا جوهر المسألة، ليس فقط انتهاء حق إنساني، بل هو تعبير عن فشل السلطة في مواجهة العمل الحقوقي الأهلي. نحن نمس الجوهر، فشل السلطة في مواجهة العمل الحقوقي الأهلي. فشلت في تنظيمات الكونغو التي أنشأتها أثناء فترة الطوارئ، ودعمتها وساندتها بقوة وأنفقت الأموال الطائلة عليها وعلى حملات العلاقات العامة لكي يقدموا صورة معاكسة للواقع الحقوقي المحلي. لكن العمل الحقوقي الأهلي ظل صوتا عاليا وقويا ومحترما ومسموعا وقادرا على توصيل الحقيقة لقطاع واسع من الرأي العام في الداخل وفي الخارج، ونجح في استقطاب الكثير من المؤيدين من منظمات حقوقية ومن نشطاء وفي كسب تضامنا دولي. هذا هو جوهر المسألة. إذا كان العمل الحقوقي مستهدف، ويستهدف على أساس لأنه نجح في استقطاب مؤيدين وفي إيصال الحقيقة، ولهذا السبب هو يتعرض للاستهداف. في الدورة الأخيرة لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، عبرت مجموعة من الدول عن قلقها الشديد من إجراءات منع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، حيث طرح هذا الموضوع بقوة في تلك الدورة. فمن المنطقي أن تبدي هذه الدول قلقها على التعدي على الحقوق والحريات. فمن مهام المجلس وأعضائه التعبير عن مواطن الخلل في الممارسات التي ترتكبها السلطات أو الدول ضد مواطنيها وتصحيح هذا الخلل لتستقيم منهجية التعاطي مع حقوق الإنسان وتحترم حقوقهم وحرياتهم. لأن جوهر UPR المراجعة الدورية الشاملة أو ما يسمى الاستعراض الدوري السامي هو الوضع اليد على مكامن الخلل في الملفات الحقوقية، وكيف ترتكب الدول أخطاء وإرشادها لتصحيح أخطائها. هذا الموقف من مجموعة من الدول في المجلس يعبر عن هموم مشتركة إزاء حقوق الإنسان البحريني وإزاء المدافعين عن حقوق الإنسان، حيث
أخذت هذا الأمور أخذت هذه الهموم تتسع لتأخذ بعدا إنسانيا. وما كان لهذا الموقف من الدول أن يتبلور ويظهر إلى النور لولا جهد وعمل حقوقي أهلي منظم وفاعل. هو هذا المسألة، ما كانت موقف مواقف هذه الدول أن تساند قضيتنا وأن تساند قضية قضايا حقوق الإنسان في البحرين وقضايا المدافعين لولا أن هناك جهد حقوقي وعمل أهلي منظم وفاعل. انتهاكات لحقوق الإنسان تجري في الزوايا المظلمة من العالم، ولا أحسب أنه توجد زاوية مظلمة في العالم أشد ظلاماً من الزاوية التي نحن فيها من حيث الممارسات إزاء حقوق الإنسان، لأن هذه الحقوق تنتهك بدم بارد ويداس عليها بالأقدام، ويحاولون الظهور بمظهر الملتزم بالمعايير الحقوقية الدولية والمواثيق الحقوقية التي تجسد هذه المعايير، فكيف يستطيعون مواراة سوءة الانتهاكات الجسيمة التي ترتكب على جميع مستويات حقوق الإنسان وأن يتلبسوا بثياب البراءة من هذه الانتهاكات؟ سياسة تكميم العفو مستمرة، طالت المغردين، النشطاء السياسيين، رجال الدين، المدافعين عن حقوق الإنسان والمواقع الإلكترونية التي حجبت. أليست التغريدة هي صورة الحد الأدنى من حق حرية التعبير؟ التغريدة هذه البسيطة، التويت، إذا ضاق صدرك من تغريدة فلن تتحمل كلمة أو صورة أو أي شكل آخر من أشكال حرية التعبير عن الرأي، حتى بات التعبير عن الرأي في الشأن العام يدرج ضمن الجرائم الإلكترونية، فيستدعى صاحب الرأي من قبل قسم الجرائم الإلكترونية بالتحقيقات للمساءلة وتوجه إليه التهم. وشفنا لما حدث إلى أخينا الفاضل أبو شريف، ومتى كان التعبير عن الرأي جريمة إلكترونية؟ أتحدث قليلاً عن أحد أهم الآليات الدولية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وهو إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان. هو صك دولي خاص لحماية الحق في الدفاع عن حقوق الإنسان، هذا مهمة المدافعين، هو الدفاع عن حقوق الإنسان. هو إعلان يتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترفة بها دولياً، أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 10 ديسمبر 1998، يعني في اليوم العالمي لحقوق الإنسان 10 ديسمبر، ويتكون من 20 مادة تشكل منظومة حماية كاملة للمدافعين عن حقوق الإنسان، حيث يضفي عليهم الحماية القانونية من أكثر الانتهاكات شيوعاً التي يواجهها المدافعون عن حقوق الإنسان في عملهم ونشاطهم الحقوقي. فحقوق الدفاع عن حقوق الإنسان تشمل ضمن حقوق أخرى على ما يلي، سوف أتطرق إلى أهمها ولا هي كثيرة. حرية تشكيل الجمعيات أو الجمعيات غير أو الجماعات غير الحكومية والانضمام إليها والاشتراك فيها والاتصال بالمنظمات غير الحكومية أو بالمنظمات الحكومية الدولية، حرية الالتقاء أو التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير، الحق في معرفة المعلومات بشأن حقوق الإنسان بما في ذلك الحصول على المعلومات المتعلقة بكيفية إعمال هذه الحقوق والحريات في النظم التشريعية أو القضائية أو الإدارية الوطنية، حرية نشر الآراء والمعلومات والمعارف المتعلقة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وحرية نقلها إلى الآخرين وإشاعتها بينهم، تقديم الشكاوى عن سياسات وأفعال المسؤولين الأفراد والهيئات الحكومية فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية بما في ذلك العرائض وغيرها من الوسائل المناسبة،
تقديم المساعدة القانونية المؤهلة مهنياً أو غير ذلك من المشورة والمساعدة في الدفاع عن الحقوق والحريات الأساسية، استنباط ومناقشة أفكار ومبادئ جديدة متعلقة بحقوق الإنسان في الدعوة إليها وفي الدعوة إليها من أجل قبولها على المستوى العالمي. الحق، وهنا نصل واحد من أهم هذه الحقوق للمدافعين، الحق في الوصول دون عائق إلى الهيئات الدولية المختصة اختصاصاً عاماً أو خاصاً، يعني مجلس حقوق الإنسان المفوضية هذه هيئات دولية مختصة اختصاص عام، لأن هي جميع الملفات الحقوقية في يديه، أو خاصاً مثل المقررين الخاصين، كل واحد يختص بملف. بتلقي ودراسة البلاغات المتعلقة بمسائل الحقوق الإنسانية والحريات الأساسية والاتصال بهذه الأيات بهذه الهيئات، ويشكل تنفيذ هذا الإعلان شرطاً مسبقاً لخلق بيئة تمكن المدافعين عن حقوق الإنسان من القيام بعملهم وممارسة نشاطهم الحقوقي في يسر. جوهر هذا الإعلان إن عمل الحقوقيين يجب أن يصان ويحترم، ويجب أن يتمتعوا بالحصانة القانونية التي تتيح لهم ممارسة نشاطهم دون أي اعتداء أو مضايقات أو استدعاءات أو محاكمات أو من أو توجيه اتهامات لهم بمخالفات لم يرتكبوها أصلاً، بل سوى أنهم دافعوا عن أفراد أو جماعات انتهكت حقوقهم. الاتجاه السائد حالياً في كثير من الدول يتمثل في سن قوانين وأنظمة تحد من الحيز المتاح للأنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان. الكثير من القوانين الوطنية غير متوافقة مع المعايير الحقوقية الدولية ومع مبادئ هذا الإعلان اللي هو إعلان حماية المدافع بوجه خاص، وقد استعملت هذه الدول هذه القوانين الداخلية لإضفاء الشرعية على انتهاكات حقوق الإنسان ولإضعاف عمل المدافعين عن حقوق الإنسان إضعافاً شديداً، بل حتى عندما تبذل جهود لسن قوانين تتطابق مع المعايير الحقوقية الدولية يصطدم المدافعون عن حقوق الإنسان بالتطبيق غير الفاعل أو عدم التطبيق لهذه القوانين أو المماطلة في التنفيذ، وكذلك يصطدم المدافعون بالمماطلة في تنفيذ المقررات الوطنية أو الدولية الهادفة إلى معالجة الانتهاكات. وأكبر مثالاً على ذلك توصيات جنيف وتوصيات تقرير بسيوني. على الرغم من أن إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان ليس ملزماً قانونياً، إلا أنه يشتمل على حقوق معترف بها أصلاً في صكوك دولية لحقوق الإنسان ملزمة قانونياً وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويبين الإعلان كيف أن الحقوق الواردة في الصكوك الرئيسية لحقوق الإنسان تنطبق على المدافعين عن حقوق الإنسان والعمل الذي يقومون به، وقد تم تبني الإعلان بتوافق الآراء بالجمعية العامة للأمم المتحدة، الأمر الذي يمثل التزاماً دولياً قوياً بتنفيذه. كيل التهم المرسلة التي لا سند لها تتوالى هذه الأيام وجميعها تتمحور حول تهم التجمهر. المدافعون عن حقوق الإنسان ليس شغلهم الشاغل التجمهر، لأن متطلبات العمل الحقوقي ومقتضيات الدفاع عن حقوق الإنسان كثيرة جدا، فهم ليسوا في وارد التجمهر، لأن الواقع الحقوقي والسياسي يتطلب جهداً مكثفاً لمعالجته، والتجمهر ليس أحد أدوات هذه المعالجة. هاي لاحظنا التهمة الشائعة لكل الذين منعوا من السفر، معظمهم التجمهر. التجمهر ليس شغل الشاغل للمدافعين حقوق الإنسان، وهم ليسوا في وارد هذا التجمهر. رغم الإقرار بأن التجمع السلمي
هو حق إنساني للجميع كما هو مبين في المادة 5 من إعلان الحماية الذي أشرنا إليه. لقد تطور العمل الحقوقي في السنوات القليلة الماضية بأكثر من أي وقت مضى، وتنامى الوعي الحقوقي من خلال المتابعة الوثيقة لمجريات الواقع الحقوقي الإنساني بأكثر مما كان يتنامى في الدورات التدريبية والتثقيفية الحقوقية التي نظمتها التنظيمات الحقوقية الأهلية، واستوعب الجمهور الكثير من المفاهيم الحقوقية من خلال ما يجري على أرض الواقع ومن خلال الممارسة العملية على السواء، وازدادت أعداد المدافعين عن حقوق الإنسان. وأرى أمامي نشطاء مدافعين عن حقوق الإنسان جدد، وهذا أمر يفرح، وتنافسوا للمشاركة في الفعاليات الحقوقية الدولية. لم يعد الأمر مقتصراً على حضور ناشط حقوقي واحد في جنيف كما كان عليه الحال في عقد التسعينات من القرن الماضي، لأن الناشط الحقوقي الوحيد اللي حضر دورات لجنة حقوق الإنسان ذاك الوقت هو كان الأخ أبو منصور في التسعينات، أيام أحداث التسعينات كان ناشط حقوقي واحد. اليوم نشط الحقوقيين ما شاء الله يعدون بالمئات، بل إن أعداد المدافعين تتزايد في كل دورة، وهذا يعكس التطور النوعي والكمي للعمل الحقوقي الأهلي البحريني. إن المنع من السفر لن يحول دون ممارسة الحقوقيين لعملهم ونشاطهم الحقوقي، حيث بإمكانهم إيصال الحقيقة بوسائل متعددة: تقنية المعلومات ووسائل الاتصال الحديثة ووسائل التواصل الأخرى، هي تقنيات تتيح لهم ممارسة عملهم، ومهما حجبت المواقع الإلكترونية ومهما ضيق على استخدامات تقنية المعلومات ومنها الإنترنت، إلا إن إمكانية النفاذ والوصول إلى الجمهور والمجتمع الدولي والنشطاء في مختلف المجالات تعد كبيرة جدا. فليس من المجدي المنع في ظل فضاءات إلكترونية واسعة وقابلة للاستخدام تحت أي ظرف وفي أي وقت. نقول لهم بالفم الملآن: توقفوا عن لعبة غير مجدية وتجاوزها الزمن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاء في دستور مملكة البحرين من باب المقاومات الأساسية للمجتمع ما يلي: مادة 19 الحرية الشخصية مكفولة وفقاً للقانون، لا يجوز القبض على إنسان أو توقيفه أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون وبرقابة من القضاء. أما الآن مع كلمة الناشط الحقوقي الممنوع من السفر الأستاذ إبراهيم الدمستاني. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا في الحقيقة أنا لست من ضمن قائمة المتحدثين في هذه الوقفة، ولكن الأخ أبو حامد يعني أصر أنه يعني أن أقدم ولو شيء. طبعا ما عندي شيء معد يعني، واللسان يعجز بعد يعني كلمة الأستاذ منذر والأخوات، يعني لا يوجد عندي شيء جديد، ولكن أنا سوف أتناول الموضوع من جانب آخر، ولدي مقدمة بسيطة، ومن ثم سوف أطرح النقطة التي أود أن أقدمها في هذه الوقفة. الممنوعون من السفر هم مجموعة، بعضهم حل عليه الانتهاك وانتهكت حقوقه، وبعضهم ناشط مدافع، وبعضهم يعني ينتمي إلى عوائل الشهداء
أو عوائل السجناء. فهؤلاء المجموعة هم مجموعة تنظر إليهم الدولة أو النظام بأنهم جسم معارض لها، إما أنهم سوف يتحدثون في الخارج أو أن لهم مواقف غير متوافقة مع النظام، وبالتالي يعني من المتوقع من نظام يعني انتهك الحقوق بعد يعني ثورة 14 فبراير والممارسات التي قام بها من انتهاكات، من قتل، من هدم مساجد، من يعني القائمة تطول من كافة الانتهاكات، لا نستغرب أنه يتخذ قرار المنع. أنا كشخص يعني ربما يعني صار لي الشرف أن أدخل السجن على قضية مهنية، ويعني أنتمي إلى عوائل الشهداء مع الأخوة، وأيضا يعني أتشرف أن أكون طالب من ضمن المدافعين عن حقوق الإنسان والحقوق العمالية والنقابية. أنا لا يهمني أن سافرت أو بقيت، أنا يعني أتوقع من هذا النظام أنه يبادر بمثل هذه الإجراءات. النقطة الأساسية أننا كيف نتعامل مع نظام هذه منهجيته، نظام يبرر لنفسه، يبرر إلى المجتمع الدولي، يبرر إلى الهيئات الدبلوماسية بانتهاكاته بتبريرات واهية. الآن هذا المنع الثاني، ما هو التبرير الذي يقدمه إلى المجتمع الدولي بعد أن وجد نفسه محرجا؟ الآن يتم استدعاء النشطاء إلى النيابة، قضية من شهر 8، يعني قبل يومين تم استدعائي لقضية شهر 8 تجمهر عند منزل اللي هو سماحة الشيخ عيسى أحمد قاسم. سألت المحقق الآن وين هذا اللي هو المصدر السري، هل كان في غيبوبة في المستشفى كل يعني من 12/8 إلى الآن توم وتعيم قدم بلاغ؟ ثانيا هل في أدلة موجودة تصوير أو؟ فقال ما موجود. فقلت له متى يعني احنا الآن هاي القائمة يعني كل مرة الاستدعاءات يعني جرجرة إلى المراكز الشرطة وإلى، فنحن الآن في أرضة استهداف، وهذا النظام يجد يعني يوجد لنفسه تبريرات ويقدم التبريرات للمجتمع الدولي بأن هؤلاء الممنوعون عليهم قضايا، ونحقق الآن في هذه القضايا وسبب المنع كان. نجد أن هناك بعض الأشخاص لم يكونوا متواجدين أساسا في البحرين كالأخت أسماء درويش، كالأخت أم الشهيد المشيمع كانوا في سفر. إنزين بعض الشخصيات كانت يعني دورهم تجمد من 4 سنوات، ما هو المبرر؟ طبعا هذه أنا أقول الآن هذه الانتهاكات يعني هذه الممارسات التي يمارسها النظام ويستهبل ويستخف بعقول المجتمع الدولي بالمواطنين بالمثقفين بالمنظمات الحقوقية، زين كيف نتعامل معه؟ الآن جمعية الوحدوي قامت بهذه الوقفة وهي مشكورة، وهو أضعف الإيمان، يعني نوجه لهم الشكر الأخوان فريق العامل في الجمعية على إقامة هاي الوقفة. هذا أقل شيء قدمه الآن في مجتمع فيه انتهاكات، كيف نبين للمجتمع الدولي من خلال هاي الوقفات التضامنية أن هناك انتهاكات على مجموعة من المواطنين وبدون مبررات قانونية وبدون ومخالفة إلى الأنظمة الدولية والمواثيق والاتفاقيات، كل ذلك ذكروها الأخوان وتكرر دائما. يبقى كيف نتعامل معه؟ هل هذا يكفي؟ أنا أريد أن أنتقل لهذه النقطة، يعني ما هو الآن نريد أن نجلد أنفسنا نحن أيضا كيعني سواء شخصيات حقوقية يعني مستقلة يعني لا تنتمي إلى منظمات أو منظمات أو يعني جمعيات سياسية،
ما هو دورنا في مواجهة نظام يتحدى مشاعر الآخرين ويستخف بعقول الآخرين سواء على المستوى الدولي أو المحلي؟ كيف نواجهه؟ هل تكفي هذه الوقفات؟ طبعا كما ذكرت هي أضعف الإيمان، ولكن نحتاج إلى مواقف أقوى. أنا لا أريد أن يعني أسترسل في هذا الجانب، ولكن ما يسوءني في هذا اليوم وأنا قادم هنا، ما أبغى أقول عصص لا أفتم بعد عند أبو علي، يعني كان يقول لي أنا أعذروني ما بقدر أجي الوقفة التضامنية لأنني لا أريد أن يستخدم هذا الموضوع الحقوقي سياسيا. قلت لك كيف؟ أنا لا أفصل الموضوع السياسي عن الحقوقي، نحن الآن في قضية لأننا كنا في جانب سياسي، ولكن الآن هذا التفكك، هذا التباعد بين الجمعيات الحقوقية بين الجمعيات السياسية، هل يشكل موقف قوي لمواجهة نظام يتعدى على حقوق المواطنين؟ نحن الآن سوف نسولف مع بعض الآن، أنا وأنتم متفقين على هذا الجانب، زين ما هو يعني القوة الضاغطة على هذا النظام؟ أين هي الجمعيات السياسية من الضغط على السفارات الموجودة؟ لابد أن نكون مصدر إزعاج للنظام. الآن في مخالفات وانتهاكات لحقوق المواطنين، ونحن على هذه الوقفات التضامنية وعلى التصريحات في اللؤلؤة أو في أي هذه في هذا في قناة العالم، هذه الآن احنا نتفق مع اللؤلؤة ومع العالم، ولكن كيف نسخر هذه الانتهاكات ونجعلها ضاغطا ومصدر إزعاج؟ لأنه لا نقول بأنه الإزعاج لا يفيد مع هذا النظام، هناك في قضايا ثبت أنها أن النظام تنازل، قضية زينب الخواجة، قضية نبيل رجب، قضية القضايا الأخرى، ما كان النظام يفكر أن يفرج عن زينب الخواجة لو لم يكن هناك إزعاج حقيقي، إزعاج بطريقة سلمية وحسب ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية. أنا أريد أن أقف موقف قوي وأسخر البرلمان الأوروبي والكونغرس الأمريكي يعني الجهات الحقوقية، هيومن رايتس ووتش، الهيئات الدبلوماسية، السفارات في البلد، لابد أن يكونوا كل هذه المنظمات مصدر إزعاج وضاغط على النظام حتى يتخلى عن هذه الممارسات التي يمارسها ضد المواطنين، وإلا سوف نبقى نعاني على طول هذا الخط. يعني هالمرة ما راح تتوقف يعني الآن ربما يرفع، يعني حسب ما فهمت من وكيل يعني في يمكن مجموعة 4 أشخاص تم الرفع عنهم الآن، والآن بعد الأسبوع هاي يمكن يكون يتم الرفع، لكن قريب الآن من مجلس حقوق الإنسان يتنبؤون أن هؤلاء ربما يذهبون، بعضهم حتى ما له شغل يمكن ما يروح مجلس حقوق الإنسان، ولكن بما أنه حقوقي ربما يعني يحاكمون حتى النوايا، يعتقدون أن هذا الشخص بيروح فيعتبرونه جريمة فنقيم عليه المنع. أنا أقول يعني على أساس لا أطيل عليكم، نحتاج إلى أن يكون هناك إعادة تنظيم وإعادة جدولة إلى حراكنا، إحنا حراكنا الحقوقي، حراكنا السياسي بطريقة يعني دعونا يعني نبتعد عن، ربما أنا لا أتفق مع أبو علي في أمور ولكن أتفق معه في كثير من أمور، أختلف معه بنسبة 10% ولكن 90% أنا متفق معه على أن هذا النظام مستهدف، على أن هذا النظام طائفي، على أن هذا النظام يميز، على أن هناك استهداف إلى طائفة، نتفق على هذه الأمور، ولكن كيف العمل؟ يعني إذا بتبقى الوحدة وهي تعمل لوحدها ووعدها تعمل لوحدها، والوفاق الله يرحمها يمكن ما أدري يعني تفيق من الإنعاش والله لا زين، وحتى لو أفاقت بعد بتجي مكسرة لنا بعد ما بتكون بعد شو اسمه، ولكن نتمنى أن يكون هناك حراك سياسي وحراك حقوقي حتى يشعر المواطنون أن هناك فعلا قوة، ومن هم في هذه المنظمات هم يعملون لصالح المواطن بشكل حقيقي وفاعل،
وأن تكون هناك لديهم أدوات مؤثرة من خلال المنظمات سواء الحقوقية أو الدبلوماسية. أنا لا أريد أن أطيل، أنا أشكر الأخوان في جمعية الوحدوي على هذا يعني الموقف التضامني، وسواء ذهبنا رفع المنع أو لم يرفع فنحن مقدمون لكم الشكر، وإحنا ما يسوءنا يعني سواء بقينا في البحرين، أعتقد في البحرين بعد وجودنا بعد يكون أفضل يعني، حتى يعني لا يترك المجال إلى يقولون السياسيين والحقوقيين تركوا البلد، فنوارس هاي السياسة أساسا نطرد كل السياسيين والحقوقيين، فإحنا قاعدين على كبدهم هنا إن شاء الله، وأتمنى أنه يرفع المنع عن الجميع ونتوفق في تحقيق أهدافنا الحقوقية والسياسية. والسلام عليكم ورحمة الله. حرية الحركة أو حرية التنقل أو حرية السفر هي إحدى حقوق الإنسان التي يحترمها الدستور في كثير من الدول، والتي تنص على أن مواطني الدولة لهم حرية السفر والإقامة والعمل في أي مكان يرغب من تلك الدول دون التعدي على حريات حقوق الآخرين، وأن يغادر تلك الدولة أو يعود لها في أي وقت. بالإضافة إلى ذلك، يجادل بعض المدافعين عن حقوق المهاجرين في أن حقوق الإنسان لا تقتصر على التنقل ضمن حدود الدولة الواحدة، بل يتعدى ذلك إلى التنقل فيما بين الدول المختلفة. أما الآن مع كلمة الوحدوي يلقيها أمين عام التجمع الوحدوي الوطني الديمقراطي الوحدوي الرفيق حسن المرزوق. مساء الخير جميعا. والد الشهيد محمود أبو ثاكي، والد الشهيد علي الدمستاني، أستاذ بندر، الأخوة النشطاء والنشطات الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أولا أتقدم بالشكر الجزيل على حضوركم وموقفكم مع الممنوعين من السفر، واسمحوا لي أن أستذكر مقولة الزعيم الخالد جمال عبد الناصر عندما قال: المرتعشون والخائفون لا يصنعون الحرية. مع الأسف الشديد هذه الوقفة للممنوعين من السفر، وهو ما يقاربون من 35 شخص أو أكثر، ولا يوجد في هذه القاعة سوى 4 أشخاص ممن منعوا. طبعا هناك أعذار واهية لا تنطلي على أي عاقل، منهم من قال أن جمعية سياسية ولا يريدون أن يخلطوا بين الجمعية بين الحراك السياسي والحراك الحقوقي، وهذا عذر أقبح من ذنب. لماذا؟ لأن هذه الجمعية كما ذكر والد الشهيد، الحراك السياسي هو من أوجد الحراك الحقوقي وليس بالعكس. قضية في البحرين سياسية، مع أن بعضهم اليوم توجه إلى بعض الفعاليات وكثيرا منهم يذهبون إلى جمعيات أخرى، ولكن في فمي ماء وهل ينطق من في فيه ماء؟ لن أزيد، لن أتحدث في موضوع البنود الدولية، الأخوات والأخوة تحدثوا فيها كثيرا مع أنني أبرزت بعض البنود وأهمها المادة 13 و12، ولكن طبعا يعلم الجميع أن الهدف من منع النشطاء هو عدم وصولهم إلى منظمات حقوقية أو محافل حقوقية دولية، وهذه التهم الواهية الكيدية تؤكد أن هناك نية لعدم سفر هؤلاء. وبعض التهم كالتجمهر أو الحظ على كراهية النظام، يعلم من في الخارج أنها تهم وهمية أو كيدية، لأن هؤلاء يستطيعون العمل بدون السفر للخارج، وكثيرا منهم يعملون عبر وسائل كثيرة، منها الاتصال ومنها وسائل التواصل الاجتماعي كما ذكر الدكتور وغيرها من الوسائل. إذن على السلطة في البحرين أن تحسن من صورتها السيئة جدا في الخارج وأمام هذه المنظمات وأمام هذه المحافل الدولية، لأنه وبمنع هؤلاء من هناك من يراقبون الوضع الحقوقي في البحرين يزيدون نقاط
السوداء في تقاريرها ضد هذا، ضد هذه السلطة. طبعا أتذكر كيفية منع والد الشهيد علي مشامع، وأعتقد هو من أوائل الممنوعين من السفر، عندما كان يهمه للسفر مع والد الشهيد دمستاني، وكانت الطائرة سوف تقلع إلى جنيف، وتفاجأ والد الشهيد أن قوات الأمن تدخل إلى الطائرة وتقوم بسحبه للخارج هو وزوجته المريضة. طبعا كان سوف يأتي ولكن زوجته مريضة واعتذر والد الشهيد علي مشامع. كيف للسلطة أن تقوم بالدخول إلى طائرة وأمام مسافرين وتقوم بسحب مواطن بحريني بحجة منعه من السفر ليوثق كيفية استشهاد ابنه وليقول كلمة حق يطالب من خلالها بحقوق أبناء شعبه وحقوقه كوالد شهيد تم هدر دمه على شوارع الحرية؟ نحن نؤكد في الوحدوي تضامننا التام مع النشطاء السياسيين، وتسمحوا لنا من خلال هذه الوقفة أن نعلن بعض النقاط المهمة جدا التي لولا أهمية هذا الملف لما تبنيناه في الوحدوي، ولولا ازدياد وتيرة الاستهدافات في البلد منذ 2011 لما بقيت هذه الفعاليات ولا هذه الندوات ولا هذه التحركات. في الأونة الأخيرة تم مناقشة أو محاولة تبريد الساحة مع الأسف الحراكية عبر إطلاق مبادرات هنا وهناك تريد أن تتنصل من بعض الوثائق الهامة، وأهم وثيقة وقعتها الجمعيات السياسية المعارضة هي وثيقة المنامة، فكيف لنا أن نتنازل عن وثيقة المنامة في ظل وجود هذه الانتهاكات؟ كيف للجمعيات السياسية ولأبناء الشعب؟ نحن كجمعيات سياسية في النهاية نحن جمعيات سياسية، نملك جمعيات عمومية ولجان مركزية ومكاتب سياسية، ولكن هناك ما يقارب من 500 إلى 600 ألف مواطن لهم حقوق وواجبات، لهم حقوق علينا لأننا نمثلهم في الشارع السياسي ونتقدمهم في الخطاب السياسي والحراك الحقوقي. فكيف لي أن أتخلى عن بنود وثيقة المنامة في ظل هذا الوضع؟ 4000 معتقل في السجون، ما يقارب من 300 شخص مسقط جنسيته بكل بساطة، مسقط جنسيات، منع من السفر، شهداء سقطوا حتى بدون اعتذار من قبل أو تعزية من قبل أرباب السلطة في البحرين. كيف لنا أن نتنازل عن هذه البنود حتى من غير الجلوس على طاولة حوار ومناقشة هذه الأمور؟ البحرين تحتاج إلى حوار عاجل بين السلطة وبين المعارضة، لا وسطاء ولا أغراب ولا تصريحات ولا ادعاءات ولا تجميل صورة. ما يجري في البحرين فوق كل التجاوزات والتوقعات كذلك. بلدة بها ما يقارب من 600 أو 700 ألف مواطن، هناك 4000 سجين، بالنسبة للتناسب تعتبر هي البلدة الأولى عربيا في عدد السجناء، قيادات في السجون، الرموز في السجون، نساء في السجون، وفي ظل كل هذه الأوضاع تريدون منا أن نقدم تنازلات؟ لن نقدم تنازلات هكذا مجانية. وثيقة المنامة أكرر ليست كتاب مقدس أو منزل، ولكنكم إذا تريدون أنتم أن نقوم ببعض المراجعات، لن أقول التراجعات، المراجعات في هذه الوثيقة، عليكم باحترامنا أولاً كجمعيات سياسية نعمل وفق القانون، عليكم باحترام دماء شهداء البحرين، عليكم باحترام نساء الموجودات في السجون، عليكم باحترام رموز المعارضة الوطنية الشريفة، وعليكم الجلوس والاعتذار وبلورة حل سياسي يخرج البحرين من هذه الأزمة. من غير البحرين أن تستمر البحرين في هذه الأزمة،
منع ناس من السفر، دخول طائرات وسحب مواطنين، تطويق بلدات، حصار بلدة ازداد على الماء 40 يوم. هذا في وجه من؟ في وجه الدولة التي تدعي أنها دولة ديمقراطية، تدعي الحضارية والرقي واحترام حقوق الإنسان. لا توجد في البحرين احترام لحقوق الإنسان، وهذا ليس بكلامي بل كلام المفوض السامي لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان وكثير من أصدقاء النظام في البحرين ومنظمات حقوقية عالمية معترف بها عالميا. أكرر شكري لكم على حضوركم، وأكرر كذلك تضامن الوحدوي التام مع النشطاء الممنوعين من السفر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي الختام نشكر حضوركم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.